صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الثلاث 12 سبتمبر 2023. يا رب يوم جديد كل خير وبركة وصحة وسعادة، وتاريخ كمان 1 توت 1740 للشهداء، 1 توت 1740 الشهداء. بداية سنة يعني جديدة، سنة قبطية جديدة، يا رب تكون خير وبركة على الناس كلها، واللي عيد ميلاده من النهاردة كل سنة وانتم طيبين. صباح الفل. صباح الفل زي حضرتك. 1740 صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، وصباحكم كده يا رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وامنياتنا الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين وانتم بألف خير، ويا رب سنة جديدة، سنة قبطية سعيدة، سنة مليانة خير وبركة للجميع. وصدقوني كنت جايبه بلح وجوافه ونسيت اجيبهم الصبح، وكان نفسي جدا ابتدي اليوم بيهم. كنت جايبه وانا نازله نسيت الكيس عند باب الشقه، وبعدين رحت قفلت وطلعت تاني ما لقيت. لا ما طلعتش تاني. اقول لك ايه بقى؟ اقول لك ايه؟ كان نفسي. كان نفسي. كان نفسي، ويا ريتني وثقت اللحظه دي. مين اللي جاب بلح وجوافه السنه اللي فاتت؟ مش فاكره. شفت تنسى. طب السنه اللي قبلها؟ مش فاكره برضه. جبنا برضه بلح وجوافه. انا جبت بلح وجوافه برضه. ايوه انا اللي جبته. ياه. طب نبقى نرجع لليوتيوب عشان مش فاكره. لا ارجعي لاي حاجه. ماشي. يعني مشاهدينا تلاقون فاكرين دي قيمه او فايده التوثيق. التوثيق. ايوه الحاجه موجوده على السوشيال ميديا ترجع لها. ماشي. وانا لو كنت وثقت لحظه البلح والجوافه وان انا جايباهم ما كانش حد نسي. كيلو بلح بكام؟ لا شعر. انا مش مستخسره اجيبهم، انا جبت بس نسيتهم. ماشي خلاص. معلش. طب ممكن تبعت يعني ابعتيهم. حاضر هبعتهم. مش مشكله، المهم ان انتوا النهارده بقى هاتوا بلح وجوافه وحافظوا على الرموز والحاجات الحلوه اللي احنا اتعلمناها من واحنا صغيرين في مدارس. لحد كده كانوا يجيبوا لنا كيس صغير فيه جوافه وبلح كل واحد، والحاجات دي كبرت معانا يعني ذكرى حلوه. انتوا عارفين في اليوم ده اول ما تشوفوا الحاجات دي في الشارع حتى عند بتاع الفاكهه قلبك وتفكيرك كله يروح لذكرياتك بتاعه زمان وانت صغير، لما كانوا يجوا في راس السنه القبطيه يدولك البلح والجوافه، يعني والقلب بتاعها الابيض والنوايا بتاعه البلح الناشفه الصلبه زي الايمان والحاجات الحلوه اللي بيها حفظنا وكبرنا وطلعنا كده راسخين في ده، وحاجات كده كانت محفوره جوانا. يلا تعالى نتكلم النهاردة، أو السؤال للنهاردة إحنا مجهزينه عشان يطرح، إيه اللحظات اللي في حياتك وثقتها ومش ممكن تنساها أبدا؟ يعني إيه وثقتها؟ يعني زي ما بيقولوا كده حفظت في الذاكرة والمذكرات، يعني كتبتها وترختها وحاجات كتيرة جدا بحيث إن هي ما تتنسيش. بيقولوا لنا إن أي ورقة بدون تاريخ لا قيمة لها، أي ورقة بدون تاريخ لا قيمة لها. وفي ناس في لحظات مرت عليها مش ممكن ابدا تمحو، يعني تمحوها من الذاكره، يقول لك لحد ما حياتي تخلص مش ممكن، في لحظات معينه في حياتي مش ممكن ابدا ان انا ما ترخاش او ما يعني انساها، مش ممكن انساها. وتلاقي الاكتر من كده ناس مع في كبر السن بعد سن الـ80 ولا حاجه يجي له يعني بينسى كتير، او يعني شبه الزهايمر او بتاع، بس في حاجات ما ينساهاش، يعني في حاجات مواقف في حياته ربما حتى بتواريخها ما ينساهاش. ايه اللحظات اللي ممكن لو النهارده سالتك كده على الهوا وقلت لك ايه اللحظه اللي مش ممكن تنساها وانت موثقها عندك وحافظها بتاريخها، مش بس بتاريخها بل بالساعه بتاعتها، كان يوم شهر مش عارف سبتمبر، كان يوم مش عارف خميس، كان الساعة كذا. في لحظات كده في حياتنا ما تتنسيش، إيه هي؟ بالظبط، كل واحد في حياته مش لحظة بس في لحظات حلوة كتير ما بيهونش علينا إنها تضيع مننا من غير ما نوثقها. زمان كان ألبوم الصور
ولغايه دلوقتي يعني موجود، بس الموبايل خلانا ما بنهتمش بموضوع الالبوم. لكن الاول كنت تنزل وتختار وتجيب ده كبير ده صغير، ده يقضي ده ما يقضيش، هعمل واحد للولاد واحد مش عارفه بتاع الفرح واحد بتاع العيله، عشان لما ارجع الالبومات دي كانت بمثابه تاريخ متوثق فيه كل حاجه، تقعد تحكي لولادك عن اللحظه دي واليوم ده ويوم نجاحك ودول مع زمايلي في الجامعه وده اول يوم شغل، كل لحظه فيهم بتمثل ليك كانت حاله. ويعني اعتقد اذا كنتوا تتفقوا معايا ان اول ما بتطلع الصوره وتبص فيها اللي انت وثقت فيها اللحظه بيجيلك او بتستعيد نفس المشاعر الحلوه اللي كانت عندك وانت بتتصور الصوره دي. يعني اللي تصور صوره حفل التخرج بتاعته في الجامعه ويجي بعد 20 30 سنه بعد ما اتخرج وجيب يسترجع لحظاته بيفتح الالبوم تلاقيه كده سرح وخرج من حاله لحاله ورجع يقول لك يا رجعتني 20 سنه لورا من كتر ما هو استعاد فرحه وجمال اللحظه دي. بس خلينا نقول برضو واحنا يعني بنسالكوا سؤال، ايه اللحظه الحلوه اللي انت وثقتها؟ لو حابين ان انتوا تشاركونا لحظاتكم الحلوه اللي انتوا وثقتوها وصور حلوه سجلتوها، ما في حاجات كده بتتسجل بس في الصوره، اننا مش عاوزين ننسى ان واحنا يعني ما نهتمش بالتسجيل على حساب اننا نعيش اللحظه او فرحتها. يعني في ناس تروح تبقى نبقى قاعدين في مقابله مع بعض الوقت كله بنتصور صور 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 بنتصور ما نعرفش نقول كلمتين على بعض، راحت مننا فرحه او جمال اللمه ضيعناها. طب ما تسيبك من التصوير استمتعوا احنا بنشوف بعض كل فين. في ناس تروح البحر ما بتنزلش البحر قد ما بتقعد تتصور، يعني بتعمل فوتو سيشن على البحر وخلاص الاستمتاع بقى بالبحر وبالجو ما بيروح ما بيروح بتبقى خسر. انا ليا صديق من اسكندريه اسمه جرجس، وهو بيوثق حاجات مش بس ليه هو، لزمايله واصحابه واخواته ولكل الناس اللي بيحبهم. يعني مش ممكن ينسى تاريخ، يعني انت ممكن انسى انا التواريخ بس هو يبقى فاكرها، يقول لك فاكر تواريخ الناس اللي بيوثق لها او صحابه، يقول لك تاريخ اول ظهور ليك على الشاشه، تاريخ ما اعرفش يوم ما طلعت فين عملت ايه، الله. حاجات عجيبه. ففي ناس حلوه، انا بشكره طبعا ان هو ان هو شخص جميل بيعمل كده، بس هي فيها نوع من ال يعني هي برضو شويه موهبه اللي بيعرف يوثق لحاجات ملكه اللي بيعرف يوثق. في ناس بتعرف تحفظ تواريخ وفي ناس بتربط التواريخ عشان تحفظها بحاجات يعني حاجات كبيره، يعني مثلا تقولي له مثلا 24/11 فهو مش عايز ينسى التاريخ ده، يقول لك اصل ده عيد مريمينا، اصل ده مش فاهم. في ناس تقعد يعملوا ربط في حياتها، بتقعد ربط عشان ما تنساش. وفي ناس عندها غزاره في موضوع التواريخ، لكن احنا العادي بقى اللي زينا ده واحد عنده الزهايمر زي كده بينسى على طول. ما تقولش على نفسك بس في تواريخ ما السن بقى وكده، في تواريخ ما بتتنسيش، يعني في تواريخ ما بتتنسيش. تاريخ حاجه حلوه حصلت لك، تاريخ حاجة وحشة حصلت لك، تاريخ ضيف جديد جالك، مولود جديد جالك، تاريخ إنسان فقدته في حياتك، حاجات كده كتيرة ممكن تحصل بتبقى فعلا تواريخ مهمة تحفر في الذاكرة وتكتب في المذكرات. قولوا لنا بعض التواريخ، شاركونا معاكم تواريخ انتم مش ممكن تنسوها، ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، هتلاقوا كده الصوره بتاعه البرنامج، اكتبوا لنا وقولوا لنا ونحب نقرا كل تعليقاتكم. ايه التاريخ؟ ايه اللحظه اللي انت وثقتها عمرك ما تنساها مهما مر الزمن او عدت السنين؟ وممكن ما تبقاش لحظه واحده، يعني ربنا يديكوا كل الخير وكل الفرحه، بتعدي لحظات كتير قوي مش بننساها، بس في تواريخ كده مميزه. وبعدين لما كانت زمان ايام الالبوم في يعني في ناس، وانا من الناس اللي عملت كده فتره من الفترات، انه كل مناسبه او حاجه اروح حاطه ليبل كده ورقه بالتاريخ بتاع الحاجه دي. فمهما بتكتب على ظهر الصوره يعني مش لا ما انت لو حاططها مش هتقعد تطلع تبص في ظهرها، فتبقى حاطط ليبل عامل زي الكشاكيل اللي هي بتبقى متقسمه. لا احنا كنا بنكتب على ظهر الصوره على اساس ايه؟ ان ذكرى. انا في اي وقت لو طلعت الصوره اعرف ان هي سنه كام. يعني اعرف تاريخها. لا كنت بكتب التاريخ بتاعها بالمناسبه. بعد وقت بتنسى. بس انا بشوف ان فكره الالبومات دي كانت احسن بكتير جدا من الموبايل. الموبايل للاسف بنقعد نصور عليه حاجات حلوه، طبعا الموبايل احسن، فكره ان هو اسرع وان هو بيسجل لحظات اكتر بكتير جدا من لما كنا نروح
يعني صورة كده حد يبعتها لي أو أشتريها. مش كل الناس كان عندها كاميرا تقدر توثق كل لحظة، كان صعب. الموبايل دلوقتي أسهل وأحسن، بس المشكلة بقى أن الحاجات السوفت دي ممكن ما تلاقيهاش، يعني ممكن بعد شوية الموبايل يضرب يقول لك ضاعت ذكرياتي كلها على الموبايل. الناس بتضيع آخر 4-5 سنين من حياتها على الموبايل، تبص ما تلاقيش الصور. طبعا في ناس شاطرة بتعرف تربط ده بالميل وبتعرف يعني عشان لو ضاعت حاجة تعرف تلاقيها. عارفين أقول لكم على حاجة كده، يعني أنا من الناس دي برضو، أنا بس بقول لكم شوية أسرار أهي النهاردة. أنا ساعات ببقى فرحانة قوي بتوثيق اللحظة عشان دماغي بتروح للحظة دي لما هتخلص أو لما هتعدي أو لما شخص ما يبقاش موجود معايا أو لحسن مش عارفة يحصل إيه. هو يعني ده اوفر ثينكينج، بس يعني ان انت تفكر في حاجه كده. بس انا ببقى مهتم قوي ان انا اسجل لحسن لما اللحظه دي تروح، لا يبقى عندي حاجه اعرف ارجع لها. بخاف ان اللحظه الحلوه تروح. فيعني بعيدا عن الخوف، انا اتمنى ان كل لحظه حلوه تعدي في حياتنا خليك حريص انك توثقها. وثق لاولادك كل اللحظات بتاعه طفولتهم، اللحظات الحلوه اللي يفرحوا بيها قوي لما يكبروا وتفرجهم ويبقى فرحان ويشكرك على انك انت سجلت له كل لحظة وكل مرحلة من مراحل حياتي. خد تليفون. أستاذ خليل صباح الفل. صباح الخير، ازيك يا مهندسين؟ صباح الفل على حضرتك. أهلا بيك أستاذ خليل. أهلا بيك. اتفضل. اللحظات التاريخية اللي أنا موثقها في حياتي تاريخين. تاريخ ساعة ما جاني جواب التعيين من غير ما أقدم من شركة الحديد والصلب 74. ازاي يعني جالك جواب تعيين من غير، كان بيجي جواب تعيين من غير التقديم؟ في 74 على ايام لما كانت الناس مستدعيه في الجيش بيدوروا في المدارس يشوفوا مين خد دبلوم صنايع عشان يبعتوا له جواب يقولوا تعالى قدم عندنا. يا بختكم يا استاذ خليل، الايام الحلوه دي. يعني صدقني كان صيغه الجواب ليبقوا الاطلاع على مرتبكم في مدارس الفيوم الثانوية الصناعية، علمنا انك حصلت على دبلوم ثانوي صناعي دفعة 74 قسم برادة، ونتشرف بحضور الشركة لعمل مقابلة والعمل بالشركة. يا استاذ خليل حضرتك حافظ صيغة الجواب زي ما هو زي ما جايلك. ايوه بس يعني يا استاذ خليل انتوا محظوظين برضو شوية، ده احنا جيل احنا جيل بيتخرج يبقى معاه بكالوريوس وماجستير ودكتوراه ساعات ومحدش بيقول له صباح الفل حتى. بنت حضرتك ما قدمتش وهم يبعتوا لك يقول لك نما الى علمنا ان انت خدت الدبلوم ده. والكلام ده حضرتك بعد النتيجه بشهر. لا انت كده بتغيظنا يا استاذ خليل. يعني انا دبلوم 74 وتعيين 9-74. الله، ده حضرتك انسان محظوظ. طب الحظ ده بقى رافقك في باقي الحاجات في الحياه ولا ايه؟ عندك ايه تاريخ تاني ما تنساهوش؟ التاريخ التاني لما رحت خطبت، ده برضه ما يتنسيش. يعني انت فاكر تاريخ خطوبتك يا استاذ خليل؟ طبعا. طب وتاريخ الجواز؟ تحرجنا كلنا. وتاريخ الجواز 9-9-9-9 سنه 84. بس ده سهل. 9-9-9 تاريخ جميل ومميز. تاريخ الخطوبه؟ والخطوبه 9-11-9 سنه 83، قعدت سنه بالظبط. ده كان امبارح يعني عيد خطوبتكم. ايوه ربنا معاك. سنه وانتم طيبين. احنا بنشكرك على فكره في القدس السنه اللي فاتت. ان شاء الله نتقابل تاني بس ونورنا مع بعض. الله يشرفنا. نتقابل تاني ان شاء الله. سعداء بمداخلتك معانا وصباح الفل عليك يا استاذ خليل. ده فاكر تاريخ خطوبته، ده حاجه تحرج يعني. نسكت بقى؟ صعبة. نسكت بقى؟ الرجالة ملهاش في التواريخ، بس طلع إن المعلومة دي غلط. أهو في ناس دقيقة. في ناس مواهب. بس مواهب أنت يعني ما عنديش. فكرنا امتحنك في الفواصل. ما عندناش تمتحني. لا أنا فاشل. يعني أنا بقول هسط في التواريخ؟ في كل التواريخ. يعني ما هم كام تاريخ كده لطاف، لكن معظم التواريخ ضايع. لكن أنا عجبني فكرة إن حد يبقى خد الدبلوم من أسبوعين ثلاثة ولا شهر ويبعتوا له إنما إلى علمنا إن أنت أخدت الدبلوم تعال اشتغل معانا وتوظف. ما هو من كتر ما هي حاجة نادرة هو فاكرها وفاكر الصيغة، يعني مش بس فاكر التاريخ ده، فاكر الصيغة بيسمع الجواب من 74. دي كانت طبيعة الوقت في الوقت ده، لأن كان كل الشباب في الجيش، كل الشباب عجبها. محتاجين ناس تشتغل. فهم كانوا شباب. محتاجين شباب تشتغل. فشوف بقى حد بقى مالوش اخوات ولاد،
حد كده يعني ينفع بس بقى عشان كل الشباب دلوقتي هيقول لك احنا محتاجين جواب زي ده. عايزين ميل بقى، مش عايزين ايميل، مش جواب. لا لا، انما احنا برضو عندنا المعافره حلوه ومعافره صح، كل وقت وليه ظروفه وكل حاجه. ناخد تعليقات، كل حاجه وليها وقتها زي ما بيقولوا كده. يلا بينا. كريستين صبري بتقول احلى لحظه في حياتي يوم ما بنتي ماريا نورت الدنيا. صفاء حنا تصبح علينا، كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيبه. يوسف مجدي بيصبح علينا، اهلا بحضرتك. ام ابراهيم تقول كل سنه وانتم طيبين والكنيسه بالف خير. مراد مسعود بيصبح علينا من الكويت وبيقول كل سنه وانتم طيبين. طيب في أستاذ مجدي بدير، صباح الخير عليكم. أنا حاجتين ما انساهمش عمري كله، ولادة جوستينا بنتي حبيبتي، ويوم وفاة معرفش ابن عمي يعني ولد عمي ميلاد حلمي، دول ما انساهمش أبدا. يعني في ذكرى حلوة وفي ذكرى مش حلوة يعني. في مين كمان؟ عاطف عياد، صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. من أجمل الذكريات التاريخ لما ربنا رزقني بأختي أولا وبعدين ولادي وأحفادي، هو ده أعظم تاريخ أعياد أولادي. ربنا يفرحك بيهم يعني، ده حاجة مش كلمت على أولادك، ده كمان على أختك، فدي حاجة جميلة أنك تبقى فاكر تواريخهم وأعياد ميلادهم. ناخد تليفون. أستاذ سامي صباح الفل. ألو يا أستاذ سامي. ألو. صباح الفل. صباح الخير. ازيك يا أستاذ سامي؟ حضرتك من الغردقة، الجو عامل إيه دلوقتي هناك؟ الجو لا عندنا جميل، لسه الأعصار اللي اتكلمت عليه امبارح لسه ما وصلناش. لا إن شاء الله ما يوصلش. ان شاء الله خير، الجو حلو خالص، يا ريت تشرفونا ان شاء الله. الحمد لله، نتشرف، ربنا يخليك. قول لي بقى ايه اللي وحضرتك طيب وحضرتك طيب ايه اللحظات بقى؟ انا سعيد جدا جدا ان انا بشارك معاكم، لان انا بحاول كتير قوي، دي اول مره الصراحه. معلش يسعدنا، احنا فرحانين بمداخلتك معانا. ايه التواريخ، ايه الحاجات او ايه المناسبات اللي حضرتك موثقها؟ انا عندي 22/5 تاريخ مميز جدا. ايه؟ 22/5/88 ده تاريخ خطوبتي. ايوه. 22/5/92 معمودية بنتي الوحيدة. 22/5 برضو؟ 22/5 ده رقم جميل بالنسبة لي. بس انت فاكر 22/5/2005 ايوه، دي كانت بداية جديدة في شغل، كانت بداية جديدة في الشركة، بس كنت اتنقلت الغردقة، يعني دي كانت بالنسبة لي بداية جديدة. كنت فين الأول؟ كنت في محافظة ايه؟ كنت في المركز الرئيسي في القاهرة. وبعد كده أنا اللي طلبت نقل يعني، وكانت بداية حلوة جدا جدا. الغردقة أحسن من القاهرة صح؟ أحسن بكتير، وربنا رتب كمان إن الأمور تكون أفضل بكتير في الغردقة. يعني أنا بنتي اتجوزت ومعاها دلوقتي بنت وولد وأحفاد، ربنا يخليك. فأنا يعني حبيت أشارك معاكم بالتاريخ ده، لأن التاريخ ده مهم جدا في حياتي. أنا بس أسألك، التاريخ ده صدفة إنه يفضل متكرر مع حضرتك كده يعني؟ حاسه انه صدفه طبعا. صدفة طبعاً. غريبه بس حلوه يعني. تاريخ خطوبتي صح، احنا اللي محددينه، بس تاريخ المعموديه جه بالصدفه. بدايه حياه جديده في الغردقه طبعا، دي صدفه. ايوه يا رب كل الصدف في حياه حضرتك تبقى حلوه وجميله كده، وصباح الفل عليك. كله 22/5 بس حلوة. انت متخيله ان برضه بفكر تاريخ خطوبته؟ ايوه حاجه برضه. راجع نفسك بقى بعدها مشاكل. انا رايي ان انت تراجع نفسك. طيب ماشي، يلا كمل التعليق. رينا مينا، احلى ذكرى في حياتي يوم زواج اولادي مينا وكرولوس، ربنا يسعدهم، ربنا يفرحهم يا رب. ساميه راودي بتصبح علينا، اللحظات اللي بحبها وبحب اوثقها هي صورنا يوم العيد ولمه العيله واتجمعنا، ويوم مش هنساه خالص 1/9 يوم عيد ميلاد ماما. في ميلاد كاتبه تواريخ ما تنساهاش، ده تواريخ كتير قوي. هناخد منها حاجه يعني، يوم جوازها 6/9/2001، عيد ميلاد اولادها كرولوس 19/4 ومريم عشان ما يزعلوش 15/11 ومينا 1/10، ويوم عمري ما انساه حتى لو التراب غطى عيني يوم وفاه امي 29/10/2017 وبابا 14/2/2017، وكان عيد الحب، ربنا يرحمهم يا رب. لكن ربنا اكيد بفرحك ومعوضك بولادك يا رب، كل الخير والعوض او التعويض ربنا ليكي في حياتك.
روزيتا تانيوس بتقول ديسمبر 2016 كان تاريخ فاصل في حياتي، كنت في تانية جامعة في كلية ما بحبهاش، وفي الوقت ده قررت أحول لكلية تاني وكان باب التحويل قفل. قدمت لرئيس الجامعة ولما شافها مصممة قبل طلبها وراحت تربية فنية واتجوزت زميل ليها في كلية. يعني شوف لو ما راحتش ما كانتش هتتجوز كده، كده هتتجوز يعني، بس هي يعني نصيبها كان بعد ما حولت يعني. ودلوقتي فاتحة مشروع على قدي بفضل المجالات اللي اتعلمتها في الكلية، فحاسة ان حياتي كلها مبنية على قرار التحويل ده. وواضح ان هو قرار تحويل حلو وزوج حلو اللي لقيتيه في تربية فنية، وربنا يفرحكم. صدف كده بتحصل او ترتيب، انا مش بحب كلمه صدف لكن ترتيب، كل حاجه بتبقى ترتيب. كريستين يوسف بتقول احلى تاريخ في حياتي زي النهارده من سنه كان يوم خطوبتي، ده احلى يوم عندي ومن وقتها وانا بعتبره تاريخ ميلادي الجديد، تاريخ تعويض وفرحه جت بعد سنين تعب ودموع. عارفه كريستين اخر سطر ده يفرق معايا كتير قوي، يعني البنات كلها بتتخطب وتتجوز ويعني ده طبيعي يعني سنه الحياه، لكن انك انت تحس ان ده تعويض ربنا بعد سنين من التعب والدموع اكيد فارق، واكيد عارفه بقيمه الحاجه الحلوه اللي ربنا اداها لك. ربنا يفرحك. في جرجس فايق بيقول صباح الخير كل سنه طيبين، بصراحه في حاجات كتير بس اجملهم 13/8/2023 لما قدمت انا واصحابي وشجعنا بعض على الاكليريكيه وفعلا نجحنا في التقديم والاختبار والانترفيو يوم 18/9/2023 اول يوم اكليريكيه لينا الاثنين اللي جاي، حلم واتحقق بعد 8 سنين. ربنا يفرحكم وتخلصوا الإكليركية وتستفيدوا من كل كلمة بتتقال وتبقى بركة لحياتكم. ومش نودة بتقول يوم 6/11/84 ده تاريخ جوازنا. عماد زكي صورة علشان هبة ما تنساش الجوافة والبلح، كسفانة وعاملة لنا مشاكل. انت عاملي مشاكل مع الناس على فكرة، الناس عادي ما حدش متضايق، وبعدين انا اللي قلت، انت كنت هتعرف منين؟ بس هقول لك على حاجة، يعني هقول لك على حاجة. ايوه قول. بص لساني عايز اتكلم بس بقول يعني. قول عادي وانا هرد. يعني اوريدي لو انت بتعمليها كل سنة تمام وبتاع وجيتي مرة نسيتي مسامحينك. ايوه. ماشي؟ لكن انت ما عملتهاش ولا سنة وجاية السنة دي تقولي ان نسيت الجوافة والبلح. طب وانا هعمل ليه كل سنة ما انت بتجيب؟ ماشي يا هبة اوكي، مش انا مش هكمل. طب استنى بقى، استنى بقى ناخد التليفون. اه يبقى خد التليفون. خلاص لازم اقطعك يعني. استاذ عصام صباح الفل. يا استاذ عصام. يا استاذ عصام، مش هرد. استاذ عصام نحن نناديك. مش هرد، مش زعلان منك. حاولت اكلمه. زعلان منك. طيب يلا ما توقعش بيني وبين الناس. ماشي. بص بقى انا هاخد كام تعليق كده. استاذ مجدي هريسه من الكويت بيصبح علينا. ميرفت ماكين، انا مش قادر انسى الصيف اللي فات، صادف ان اولادي يطلعوا رحله وانا مش معاهم، فعشان انا مش معاهم كتبوا اسمي على الرمله ميرفت وتصوروا جنب الاسم، وكانت مفاجأة بالنسبة لي. قد ايه حاجات صغيرة، قد ايه الحاجات الصغيرة اللي بتفرح يعني. هما لما كتبوا اسمها على الرملة هي حست مدام ميرفت ان ولادها قد ايه الحب اللي جواهم يعني. صدقوني حاجات بسيطة بس بتفضل معلمة يعني. طارق فؤاد بيصبح علينا بيقول سنة قبطية سعيدة، ربنا يبارك عملكم يكللوا بالنجاح. زوسيما مجدي بيصبح علينا كل سنة طيبين، أحلى ذكرى في حياتي يوم ما جت مريم بنتي يوم 13/8، ربنا يخليها لك. مريم بتقول التوثيق حاجة جميلة لكن المنظرة الزيادة على السوشيال ميديا ده مش لطيف، مش كل الناس تقدر تعمل زيك. يعني هو مكلف يعني؟ لا هي بتشوف انها منظره اكتر منها توثيق، ده رايها. اللي احنا كنا بنقوله انها بتضيع معالم الحاجه الحلوه. لا بس انا هقول على حاجه بقى. يعني مش بنظر على مريم يعني، لكن يا مريم انت شايفه ان هي الموضوع منظره ما تعملهوش، لكن افرض واحد حابب يقول لمراته كلمتين حلوين في عيد جوازهم او في عيد ميلادها، يا ستي يمكن هم يمكن هم في مشاكل بينهم وهو حابب قدام الناس كلها يقول لها انا بحبك وبموت فيك. طب يعني انا مش شايف ان هي فيها مشكله ان انا اقعد اقول ايه. على فكره الناس دي في فيك والناس دي بتقول بتمثل على السؤال، انا مالي يعني. تمام ممكن انا ما اعملش كده بس غيري يعمل كده. حد عاوز
يقول النهارده يوم خطوبتي ومش عارف ايه و بس وأخطبك ده عادي لنفسي حقيقة. وحتى بعد كده هيفك بس يعني برضه يكتب الكلمتين دول عشان يوصل. طب اللي ليه انت بتقوله ده العادي ده مقبول. ممكن هي تكون تقصد هي حتى كاتبه كده الافوره يعني او المنظره يعني ممكن تبقى في حاجه تانية زي ما انا وانت كتير بننتقد فكره اللي طالعه مثلا مش عارفه في عربيه ايه وبكام واعمل دي طبعا بننتقدها يوثق انه اشترى عربيه برقم فلماني يا عم ربنا يزيدك لكن دي حاجة مش طبيعية. لكن المشاعر الحلوة وان احنا ممكن نفرح ونقول للناس كلها ممكن اعبر عن حاجة قدام الناس كلها اقول انا بحب فلان النهاردة ذكرى حلوة في حياتي حلوة. دي حاجات عادية يعني اكيد ما تضايقش اي حد. استاذ عادل صباح الفل. صباح الفل يا استاذة هبة. يا صباح الفل على حضرتك. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. طيب يا استاذ عادل. هما ذكريتين. ذكريتين. الذكرى الأولى البيت اللي أنا اتولدت فيه. لا صباح الفل يا استاذنك بس وطي التلفزيون. وطي التلفزيون عليني استاذن حضرتك. صباح الفل يا استاذ اسحاق. صباح الورد عليك اتفضل. هما اثنين البيت اللي حضرتك اتولدت فيه. البيت اللي انا اتولدت فيه حتى يمكن قريب من قيمه يمكن من قيمه اسبوع بالظبط او 10 ايام كده. ايوه كنت معدي من جنب البيت ده. معدي من جنب البيت. البيت ده اتبنى يعني انا سايب البيت ده وانا سني 63 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك. انا سايب البيت ده وانا عندي 29 سنه 28 سنه. سبت البيت معدي من جنبه استخرت الدنيا كلها رجعتني شوف قد ايه كام سنه لورا. طبعا عارف عملت ايه؟ انا ما اعرفش اصحاب البيت طلعت البيت. طلعت البيت وخبطت على الشقه والراجل فتح لي صاحب البيت فتح لي قلت له معلش بعد اذنك بعد اذنك ممكن اخش؟ قال لي تعالى اتفضل يا عم الحاج اتفضل. بقول له المكان ده الاوضه دي اللي انا اتولدت فيها. رد يعني فعله يا استاذ عادل رد فعله لا. على الموقف الغريب اللي حضرتك عملته كان عادي يعني ما استغربش ما قالكش انت مين يعني هيدخلك ليه لكن رد فعله كان حلو معاك قدر شعورك. ولا اتكلم خالص قال لي تعالى اتفضل تعالى اتفضل. اوكي الراجل محترم برضه وساعات ربنا قعد يعني افتكر المكان اللي انا اتولدت فيه. ايوه حاجه جميله. طب الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه ده مشهد كويسي الخطوبه والجواز. يا دي الخطوبه. طب حضرتك فاكر يوم خطوبتك؟ طبعا 11/10/87. ربنا يديك الصحه يا رب. يبقى المشكله عندي دي مشكله خاصه 89 تمام. ربنا يديك الصحه يا استاذ عادل ربنا يفرحكم ويديكوا الصحه. انت احنا كده كلنا عملنا مشاكل لاسحاق النهارده خلاص. شكرا يا استاذ عادل شكرا. لا يبقى كده لا حاول تحل مشاكلك. انتوا كلكم فاكرين يوم خطوبتكم يبقى المشكلة عندك. انا اللي فيا الدفاع انا اللي عندي العيب. محتاج تراجع نفسك وتراجع انا عارف ان الواحد مثلا بيفتكر يوم جوازه لان الناس بتحتفل وتقول كل سنه ويعني روحي لمراتي يقول لها كل سنه وانت طيبه ربنا يخليك ليا. الخطوبة دي اول خطوه في بدايه المشوار. خطوبه ايوه يعني حد يفتكر يوم خطوبته. ايوه هيفتكرها لو كانت سعيده وهيفتكرها لو كانت وحشه برضه يعني برضه هيفتكرهم في الحالتين هيفتكرها يوم فارق في الحياه يعني صعبه. يلا صباح الفل عليكم ويعني احنا حبينا نسترجع معاكم لحظات حلوه تكونوا وثقتوها ومريتوا بيها ودي دعوه النهارده ما تفوتش لحظه حلوه من غير ما تصورها وتحتفظ بيها. دي هتبقى حاجه جميله ليك ولاولادك بعد كده تفضل تحكي عنها. خلينا دلوقتي نخرج معاكم الفاصل ونشوف آية اليوم ونرجع نكمل الحلقه. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة معانا وعد جديد وآية جميلة جدا من آيات الكتاب المقدس اللي هتفرح قلوبنا وهتغير حياتنا. يقول كده في حزقيال 36 الإصحاح 36 عدد 26 وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزع القلب الحجر وأعطيكم قلب لحم. آية جميلة قوي وآية معزية جدا 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 لكل واحد بيقرأ الآية ديت.
قد ايه ربنا بيغير فينا. معلمنا حزقيال النبي كتب الآية ديت في الإصحاح 36 عشان يورينا قد ايه اهتمام ربنا بشعبه شعب إسرائيل، وقد ايه هو ليه غيرة عليهم من عدو الخير اللي عايز يحطمهم ويدمر حياتهم. قد ايه الغيرة بتاعت ربنا ديت بتقوم على ان يعمل إصلاح جذري ويغير ويجدد الطبيعة البشرية. طبعا الإصحاح جميل جدا وفيه نبوات كتيرة عن العهد الجديد وعن السيد المسيح وكنيسة العهد الجديد، حاجات حلوة قوي قوي قوي. لكن هنكتفي النهاردة ان احنا نتأمل في الآية دي ونشبع بيها ونقول له رب ادينا نعمة وافتح عينينا عشان نشوف جمال الكلام بتاعك في الآية دي النهاردة. مكتوب كده في سفر التكوين إصحاح 6 عدد 5: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. القلب اتملى شر، القلب اتملى خطية، القلب اتملى أفكار رديئة. لكن في العهد الجديد، عشان كده في العهد الجديد تعلمنا الكنيسة وإحنا بنصلي كل يوم صلوات الأجبية، كل يوم بنصلي صلوات الأجبية، تعلمنا الكنيسة نصلي مع معلمنا داود النبي ونقول كده: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. اديني يا رب قلب جديد، غير القلب ده يا رب، زي آية النهاردة ياخد القلب الحجر ويحط لنا قلب لحم. عشان كده لازم القلب يترك كل محبة رديئة، يصبح قلب جديد، يترك كل الأشياء القديمة. ونقول كده كما قال الكتاب كده مع معلمنا بولس: الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل صار جديدا. كل حاجة تبقى في الإنسان جديدة، قلب جديدة وروح جديدة. أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم. تعال نصلي كده النهاردة ونرفع قلبنا كده لربنا ونقول له: يا رب اديني قلب جديد وروح جديدة. حتى الاسم بتاعي يا رب خده واديني اسم جديد. ما انت عملت كده يا رب قبل كده، قبل كده خدت أبرام وخليته إبراهيم، قلت له ليك اسم جديد وحياة جديدة. وخدت يعقوب خليته إسرائيل واديته اسم جديد وحياة جديدة. وخدت سمعان خليته بطرس، وخدت شاول خليته بولس الرسول العظيم اللي بشر الأمم كلها. قادر يا رب تاخدني أنا كمان، قادر يا رب تغير اسمي، تديني قلب جديد وتديني فكر جديد وتديني روح جديدة تملاني من جوه، تبدل في القلب يا رب محبة الشهوات الرديئة بمحبة ليك، تبدل في القلب يا رب كل فكر شر وكل فكر خطية بفكر سماوي يفكر فيك. يقول كده: وأعطيك روحا جديدة في داخلكم. طبعا الروح الجديدة اللي شافها حزقيال دي شافها بعين النبوة، شاف روح ربنا اللي هناخدها في العهد الجديد من خلال سر الميرون في بعد المعمودية. اتملينا بروح ربنا، بقت روح ربنا سكنانا. بس يا ترى روح ربنا اللي سكنانا ديت، روح ربنا اللي سكنانا دي شغالة فينا؟ مديها مساحة تظهر جواك، ولا حازن مخلي روح ربنا اللي جواك حزينة؟ أنزع القلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. قلب لحم، قلب يقدر يحس. شعب إسرائيل كان معروف بقساوة القلب، لكن سامحوني النهاردة إحنا كمان بقينا قلبنا قاسي قوي، بقى قلبنا قاسي أكتر من الحجر. بنشوف عمل ربنا معانا كل يوم، وللأسف الشديد نفضل زي ما احنا، نحضر قداسات ونروح اعترافات ونسمع وعظات، ما بنتغيرش. ما بنتغيرش ليه؟ لان ما فيش توبة حقيقية من جوه. يقول كده مع معلمنا داود النبي: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. اعطيكم قلب لحم، قلب لحم قادر يحس، يحس بالتعبان، يحس بالمريض. قلب لحم يغير البني آدم من جوه، يخلي البخيل كريم، ويخلي العصبي هادي ووديع، ويخلي القلب الشهواني يبقى قلب عفيف.
روح جديدة وقلب جديدة. تعالوا النهاردة نرفع قلوبنا ونرفع ايدينا ونصلي كلنا لربنا، نقول له يا رب ادينا وعد النهاردة رب نمسك فيه ونتمتع بيه، ادينا يا رب قلب جديد اقدر احس بوجودك في حياتي، اديني يا رب روح جديدة تقودني اليك وتوصلني ليك، اديني يا رب قلب وروح جديدة، وزي ما غيرت شاول الترسوسي خليت بولس رسول غيرني يا رب أنا، وخلينا بقى ابنك ولي نصيب معاك في الملكوت. ربنا وإلهنا ومخلصنا الصالح يسوع المسيح يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم ويبارك يومكم، وإلى إلهنا المجد الدائم أبديا أمين.